في الله، هذه نعمة من الله عز وجل. كل فترة وفترة يعني يسلم شاب أو أخت من الأخوات، يعود إلى دين الله عز وجل، وهذا فضل من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هو يعني خير النوق مع الرجال. يا فالإنسان عندما يكون هدف حياته أن يبشر هذا الدين لغير المسلمين فهذا هدف عظيم. اليوم أيضا عندنا أخت من الأخوات الحمد لله يعني تشهر شهادتها، وإشهار الشهادة هو عودة إلى دين الله عز وجل، لأننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على دين الله عز وجل، لا يولد المولود بدون دين، وإنما يولد وعنده الإيمان بالله عز وجل. فأبواه إما ينصرانه أو يمجلسانه أو يهودانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو في الأصل هو مسلم، ولكن فيما بعد في حسب ما يكون في أي عائلة من العوائل، فالعائلة أو الأهل يعطونه دينهم، ولكن الأصل الخام هو مسلم موحد لله عز وجل. جيكي بوغو من الشاسو دو الشاسو يدنا أصابة بشيء من الإسلام، وصناشا توجي أنا فراتا دو الإسلام شاسا مشجزنا لو كوبيتا بروك صلى الله عليه وسلم قولي جو شيء كاجي جسكو أروجي شيء на фитра. На фитрата значи так, лист музуманине от почанку. Човек, ако родише, родише музуманине. И в зарежности от его родини, в яки родини он ще роди, ще в родини музумански, то он е с музуманине. И ако родише в инни родини, то его родите, альбо чини он с него хрещанина, альбо джида, альбо просто так. В зарежности, в яки родини ще роди. Ale wtedy, kiedy jeszcze raz wraca do islamu, to nie mówimy, że on przyjął islam, tylko że on wrócił do swojej religii. Bo Allah subhanahu wa ta'ala nie stwarza człowieka bez wiary, tylko człowiek rodzi się razem z wiarą. Allah subhanahu wa ta'ala daje człowiekowi wszystko. Duszę, serce, wzrok, wzrost, słuch, to wszystko. Niektóre dzieci urodzą się niewiadomi, ale mają tutaj wiarę w sercu. Niektórzy urodzą się gochłonymi, ale przeżyją, ale mają tutaj w sercu wiarę. Wiara jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Niezależnie, czy on jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, czy on brakuje mu coś z organów jego ciała, jeśli on ma wiarę w sercu, to to, co jest najważniejsze. I dzisiaj nasza siostra wróciła do swojej religii, tak jak w dniu się urodziła, i ogłasza dzisiaj, inshallah, szahadę. Szahadę to znaczy, to są dwa oświadczenia, to jest wyznanie wiary. Wyznanie wiary składa się z dwóch oświadczeń. Oświadczamy, że wierzymy w jednego Boga Allaha i oświadczamy, że wierzymy, że Muhammad sallallahu alaihi wasallam jest wysłannikiem Boga lub posłańcem Boga. Jak siostra? Po polsku czy po arabsku najpierw? Po polsku. A później? Po arabsku. Ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يثبت هذه الأخت على الإيمان وعلى الإسلام، وأن يثبت جميع المؤمنين وجميع المؤمنات، وأن يرزقها الصحبة الطيبة، وأن يأخذ بأيديها وأيدينا إلى كل ما يحبه ويرضى، وأن يكثر عدد المسلمين، وأن يجعل أعمالنا صالحة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Congratulations. Je bent Allah subhanahu wa ta'ala, dat ton vierge je vais voir te revoir, inshallah. Je vais te chauffer à ça au chas, je vais vous montrer, je vais bien entendre, chez nous, vierge. Je vais Allah subhanahu wa ta'ala, en mode symptôme, vierge, je vais te faire un vince musulman. Et prochainement, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais chez soi, je vais te faire un vince. يعني وكما قلنا في الخطبة أن أول عهد المرء بالإسلام بعد الإقرار بشهادة التوحيد، يعني بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو الوضع الآن، أن يتعلم الصلاة، فإن الصلاة هي الجواز العملي من الكفر إلى الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فالصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادة وبعد الإقرار بالتوحيد. ولذلك ينبغي على الأخت أن تتعلم الصلاة وأن تحافظ عليها وأن تؤديها في أوقاتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الصلاة في يوم: من أدى هذه الصلاة ومن حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا، ومن لم يؤدها ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وأبي بن خلف. الشهادة بزنانية فياري تيست دكلاراتيا كتورايس أسنا. Ale jest druga rzecz, która jest deklaracja praktyczna. A deklaracja praktyczna to jest modlitwa. Najpierw mówimy, że wierzymy w jednego Boga Allaha i wierzymy, że Muhammad jest wysłannikiem Allaha, a później chcemy to praktykować. Pokazać to w praktyce, to znaczy powinniśmy się modlić. I prorok sallallahu alaihi wasallam powiedział, że przymierze między muzułmaninem i niemuzułmaninem to jest modlitwa. I kto opuścił modlitwę, jak gdyby opuścił islam, opuścił wiarę. I dlatego, jak już deklarowaliśmy tę deklarację, to trzeba teraz to praktykować. I prorok sallallahu alaihi wasallam też w drugim hadisie powiedział właśnie tak, że tą modlitwę, kto ją pilnuje i praktykuje, to w dniu ostatecznym ona będzie dla niego światłość i dowód, to znaczy dowód na jego wiarę. I też ocalenie właśnie tak od pekła do raju. A kto nie pilnuje, nie praktykuje, to nie będzie dla niego ani światłości, ani żadnego dowodu, ani nie zostaje ocalany. I będzie razem z Faraonem jego Haman. Haman to jest minister Faraona. I Qarun to jest osoba, która była w czasie Faraona, to był bogaty człowiek. I Ubay bin Khalaf to był jeden z bogatych ludzi w czasie proroka sallallahu alaihi wasallam, tylko był niewierny człowiek. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والحمد لله رب العالمين. Niech Allah subhanahu wa ta'ala błogosławi was wszystkich. Wszystkiego dobrego, siostro.